بپیوری کوتنیک لگال حکومتی هریمی کردستان لگال حکومتی عراق هیتی بریار بوکا منگانا موچو شای صدر اکانی هریمی کردستان بنردرس بلام لگالوی که بقرز بریک پاره بو هریمی کردستان بو موچی فرمانبران تابین کرا و بلام نه نردرس و 700 ملیاری دومیش بو موچی مشخورانی هریمی کردستان تا اسان نردرا و بریار شاندی حکومتی هریمی کردستان سردانی بغداد کا جاری کی دیکلم بابته بکولتا و سر لای پابندی کانی هریم بوچی بغداد پابندی رکوت نکانی نیوانی نابن من زیاتر قصد کم سبارت بن بابته لگال بریز دکتور ماجد شنگال ینجامی پارلمان عراق لفراکسیونی پارتی لبغداد و لقلم دبیت دکتر امکاتز باش هوکاری دوا کوتنی او 700 ملیاری دوا ما بو هریمی کردستان و نردین لعین بغداد و چی لکاتک دا هریمی کردستان دلی هیچ بیانوی یک بدست بغداد و نما و بلام پابند نابیت پیوی سپید باش گلباخان بوتا و بو همی تمجوان قنات کردستان 24 براستی مسئله که سیاسیه بحته بی انه ضغط لسر هریما کردستان ده تکرن لمسئله موچو راتب روشه که ده بیجن لازم موچو راتب بشه وکی الیکترونی للای حکومت عراقی به توزیع کرن و اف دیجی دستور و دیجی شرعیتی دستور عراقیه بی انه هریما کردستان کیانه که دستوریه لسر دستور عراقی تشتی دوام نها مسألة كديجي داخل كرنا بأنه أو بيانات مالية هرمة كردستان نقاشتنا بس ديف ديف چوني ما همي بيانات شاندنا و أفروجي بشتشان دي ديس بيانات هيفي هفت و هشتونا همي دينت نقل كديجي بوان براستي مسألة بأنه وزير دارائية عراقي وزيرك موظفة وزير منصبك سياسية بريارة سياسية لوزارة دين دانا نبريارة محاسبي براستی افرو زور بداخوا گلک وزیر عراقی لفی کابینا محمد شاه سودانی موظفن و زور خرابه هک منصب وزیر نمنصب کی سیاسی بی افدو خبو مچویه لن وزیر دارایی حتی افرو جی تعامل به نظام ورقی کفنت که نظام کی محاسبی زور بداخوا او نمایه لدنیای براستی لازمه نوع كنوع لتعامل لنيبا هريما كردستاني وعراقي تشبي افرو يا تي ما في مهمش قديمي حقي مديمي يا بهلا ازبوخو شغل بكم وبوخو ترتيب بكم نفطا خو دريخم زراعة خو تشيكم صناعة خو تشيكم تنا دوري بديمة ازب شغلي خرابم تنا موشام بينيري تا سر موازنة موشا نشان تكر قارض مقودي سنة قيناكا افا هيفا كيتشان هيفا دوي دي سام هاتن نفس اخفتنا طيف سامي لازم همي افتشواسي بي وبراستي جي همي تشتيوان دوي براستي شان دي حكومة هريمة كردستان بو عراقي دس نشان كرا وخويا كرا بله دكتور ماجد چه لاينك كشا بو هريمي كردستان دروس دكات او لاياناني كا پرسي موچا وهر وها بو جيريمي كردستان بسياسي دكن وكو چكيك برامبر بهريمي كردستان بكاري دهنن امان جيان چيا؟ يعني براستي لان سياسية شعاو تايبجي او نيزينجي فصائل بسلح افرو زور بداخوا قال لك مشكلة بو هريما كردستان وبتايبت بو بارتي تزاني افرو ام همي زانن انتخابات باريس غانا لسر بوغوتي نيزينج وقت اف دعاية انتخابي بو خلشت كان بو دجياتي هريما كردستان وبتايبت بارتي بشتي ويجي ضغطك درست لسر بارتي شيت كان لان وكو انتخاباتي هل او هل بجارتني هريما كردستان جدا انكرن يعني او ضغط سياسي بتايبت لسر بارتي او بداخوا هندك معلوماتي هريما كردستان بدنگ ورنگ تينن بو بغدا هندك لاياني سياسي شريك لحكومتا هريما كردستان تشتي دوام جي براستي خويايا يعني افرو هندك كرد مطالبة دكن بانه كياني هريما كردستان الدستوري لاواز بكان شاغد فين بانه موشي راتبه مباشر لبغداد بستينين شي قيمه دمينيت بو هريما كردستان شاغي مؤسسات تيوية دستوري وقانوني قيمتها كاوينيني فرمانبري وي راتبه خوش بغداد مباشر استين بلا باشا هر كاتي كيشيك لنيوان هوليرو بغداد داروب دات حكومتي هريم بابند بيت بركوت نكانو نياسباكي خوي نشان دات لرغي وتوي جوان بابا تشار سرب كات اي ام توي جان انجامي كي دبيت دكريت هر كاتي كموچنن ريز شان دي حكومتي هريم چيت بغداد ودواي ماوي كي زور بريار لسر شاي صدراي كاني هريمي كردستان بدريت اي هريم دتواني چنگا بيگي ديكه بگريت بر يعني براستي محققة دبيجن حكومة هريمة كردستان لفي وقتي زور شغلكي درز دقات يعني شان شاندي دو شاندي دشينيد
مستمرة بحواري، يعني أو تندين نمايا أو أزمة نمايا أدفي مشكلة حل بك لقل بغداية، يعني براستي مسألة قرض مسألة كي زور بداخو مسألة موازنة كي دستوري تهيا مو شي فرمان برا نفقاتي ثابت واجبة الدفع دبيجن لازمة بيدفع كرن بداخوا دكن نيف نفقاتي فعلي وآخفتني زور زور خراب. ف بيك يجي حكومة هريمة كردستان راديبو بأنه بكن قرض هايفانة 700 ملياري أو تكملة دكن مو شي راتبة فرمان بريخو ددن لويدري بس أوجي يك من تزديد كرن أفا من قادوي أف أفرو قهشتن سري هاي بيجي حتى أنها تزديدنا كرن. طيب سامي روجا قد بيت والله بيانات دكي من روجا قد بيت لازم هر دو رقابة مالي كوم بمنو تفصيلة كي بدن يعني براستيجي لو يكون بونا لجنة مالية عراقي وطيف ووزارة إدارية هريمة كردستان ونشتين هميتش واضح بين هميتش خويا كرن بو حكومتها بغدادي بس أزد بهم وقموتي بريار بريارة سياسية ضغطك سياسي لسر هريمة كردستان دكن وبتايبتجي لسر بارتي لفي وقتين هذا يعني بداخوا شاغي موشي فرمان برا دبيت نيف خلافات سياسي وأزمة سياسية. باشا بيتان وياك لقلوي كبر برساني بغداد وكوختان ماجتان بكر هركاتك باس لا توكوتني او 700 مليار دينار ابو هريمي كردستان دكريت دلن تنهات شن كشكي تكنيكي وهنري ماوا بيدچت نياس باكي هبت بو ناردني او باريا لا ماوكاني دهاتو داو كو خوي بنردريت ايو 700 مليار دكات هريمي كردستان يا دبيت شاوري برياري سياسي دي كبكين قول باخان او قرض قرض يعني مساله قرض مساله تكنيكي وبيانات جيرانا في موازنه موازنه ميزان مراجعه لفي موضوع نافي اف مساله قرض قرضي لنهايه سالي دائم تصفيه كرين بمقاصك باستحقاقاته او يعني مساله كموازنه بدرسته هر هيفكات موازنه خستيني تموشا خستيني لازمه ميزان مراجعات ديني او موازنه كي نادم قرض ب 700 مليار قرض دايا هريمه كردستان بو داني مو شي فرمانبران يعني شا اخفتن جيرا نافيت روجا كي دبيجن افا بياناتي نوطين هذا بياناتي قمركان هذا بياناتي منافع حدوديان هذا براستي مقود تبيش يدا مشكله ما وزيره دايرائيه عراقي حتى انها نجهزت اسي بانه منصبي وي منصبك سياسيه لازم بريار تيدا قالك جاراجي راست منصبك ماليه لازم تشتت فني ومهني جدم بس بريارة سياسي لسر همي بريارة بله برز دكتور ماجد شنغالي انزامي انجمني نونران عراق لفراكسوني بارتي لبغداد ولقل مانبوي زور سباس.